بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الشهادة الثانوية، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء جديد مع ملف امتحانات الثانوية العامة السابقة المعدلة. واليوم امتحان سنة 2013 الدور الأول. ولكن قبل أن نبدأ هذا الملف، ندعوكم إلى الاشتراك في القناة، وأن تدعو أصدقائكم حتى يحصلوا على كل ما هو مفيد ويستفيدوا كثيرا. والآن نبدأ. بسم الله. Question number one. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A, B, C or D. Number one. No one is in not of your happiness except you. لا أحد يكون مسؤول عن سعادتك إلا أنت. مصطلح على بعضيه اسمه in charge of، يبقى كلمة اسمها in charge of، احفظها عليك في الكلمات اللي بعديها. Drive carefully. Drive carefully. سوق العربية بتاعتك بحرص. If you don't want to have your license، لو انت مش عايز الرخصة بتاعتك، endorsed again، تتسحب مرة أخرى. عندي في الوحدة التاسعة خدنا الكوزيتيف هاف اهي، هاف اهي، جه بعديها مفعول واحد اللي هو license، والمفعول ده ينفع يتبني للمجهول، فعلى طول تختار بي بي، يبقى نختار كلمة اسمها endorsed. اللي بعديها military soldiers، الجنود العسكريين، usually wear، عادة بيرتدوا، not uniforms، زي ايه؟ distinctive. يعني كلمة distinctive معناها مميز، يبقى distinctive uniform معناها زي مميز، مينفعش destructive ولا detective ولا distributive. اللي بعديها the astronauts went on a space walk، رواد الفضاء خرجوا في رحلة مشي على الفضاء، to replace a broken fuel pump، عشان يبدلوا مضخة وقود مكسورة. اللي بعديها نجيب محفوظ بوكس، كتب نجيب محفوظ، not into many languages، إلى العديد من اللغات. يا ترى ترجمت ولا ترجمت؟ طبعا ترجمت. طيب طالما ترجمت لازم مبني للمجهول، يبقى verb be والبي بي، عندي اتنين were translated و have been translated. أنا دايما بختار المضارع التام إلا إذا في كلمة بتدل على زمن الماضي، لو في yesterday، لو في last week، أي حاجة زي كده، فاختار مضارع تام، يبقى نختار كلمة مين؟ have been translated. سؤال، طب ليه ما ناخدش were translated؟ لأن لو أنت خدت were translated معناها إن هي اترجمت ومش هتترجم تاني، إنما have been translated لا، اترجمت وبتترجم وهتترجم. ده الفرق، خلي بالك مهم أوي. Number 6. It's not clear، ليس واضحا، how the new law will affect، ازاي القانون الجديد هيأثر على the not citizen، المواطن ايه، graded ولا gradual ولا ordinary. تبقى ordinary citizen، المواطن العادي. اللي بعديها when we were children، لما كنا اطفال، we didn't have emails، ما كانش عندنا ايميلات. خلي بالك الجملة في زمن مين؟ الماضي، ad were، what didn't، so we not write letters، كنا بنكتب خطابات. فين الوحيدة في الاختيارات في الماضي؟ must و had to و have to و has to، الاختيار اللي في الماضي الوحيد had to. الامتحان ده كان a piece of cake، قطعة كيكة كده، 2013 العيال كانت مبسوطة جدا منه. يحيى حقي is one of the most not writers، يحيى حقي كان واحد من ايه الكتاب in the Egyptian literature، في الأدب المصري. يا ترى innocent ولا influential؟ طبعا influential writers معناها كاتب مؤثر. اللي بعديها medical ما تنفعش و scientific ما تنفعش. دكتور عائشة عبد الرحمن used to go with her father، دكتور عائشة عبد الرحمن اعتادت أن تذهب مع أبيها to meetings، إلى الكتاتيب، at not she learned to read and write، واللي فيها تعلمت تقرأ وتكتب، يبقى at which، عايد على مين؟ على الكتاتيب، at which، at which.
اللي بعديها out of concern for her health، بدافع خوفها على صحتها. we suggested اقترحنا she take هي تاخد a week اسبوع not work تاخد اسبوع اجازة من الشغل of ولا of هي الاختيار بدبل اف. الغريب لو انت خدت a week of work اسبوع من العمل يعني يشتغل باف واحدة، انما اتنين اف لا تاخد اسبوع بعيدا عن العمل يعني اجازة. اللي بعديها we expect the English test this year، احنا نتوقع انك تجزي، اسمها expect to pass. اللي بعديها the man who have been bitten، الراجل اللي اتقرص by a snake من التعبان not a serum، خد مصل. يا ترى اعطي مبني المجهول verb be وال be be was given ولا is given، هي جملة ماضي دي ما تنفعش، ولا gave ولا was given. طبعا الإجابة الصح هتبقى was given أعطي، verb be will be be مبني للمجهول في زمن الماضي. 13 he is not enough to be given too much responsibility، هو ليس حاجة كده بما يكفي حتى يأخذ المزيد من المسؤوليات. يبقى كلمة اسمها mature معناها ناضج، إنسان مش عاقل بما يكفي علشان ياخد مسؤوليات أكتر. اللي بعديها he wanted to know، أراد أن يعرف، كده جملة في زمن الماضي how، هنا كلمة استفهام، قلنا كلمات الاستفهام في النص يجي بعدها فاعل وفعل. will I دي خطأ، I will دي مستقبل وإحنا عايزينها ماضي، would I دي خطأ، يبقى الإجابة الصح I would feel. يبقى أي كلمة استفهام في نص الجملة يجي بعديها فاعل على طول. بعد كده لو كانت الجملة الأصلية مضارع تختار مضارع أو مستقبل، لو الجملة الأصلية ماضي تختار ماضي. اللي بعديها there is a lot of، يوجد الكثير من، over the outbreak of coronavirus، على اندلاع وباء كورونا فيروس all over the world حول العالم. يا ترى consent ولا connect ولا كوايا ولا كونساين؟ طبعا كونساين معناها قلق او اهتمام، يوجد اهتمام كثير بانتشار فيروس كورونا حول العالم. 16 what are you going to town for، رايح المدينة ليه؟ قال له I know some new shoes، انا رايح اشتري حذاء جديد. يا ترى will buy ولا am buying ولا am going to buy ولا will have bought؟ طبعا I'm going to buy سوف اشتري، ده ترتيب، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني، اكيد ماشي بعد ما رتبت او بعد ما خططت. 17 today اليوم paper plastic and glass، paper plastic and glass can all be، ممكن كلهم ايه to be used again عشان يستخدموا، replaced ولا repaired ولا recycled، هي دي recycled معناها يعاد تصنيعهم. 18 if the service is not up to standard، لو الخدمة مش موافقة للمستوى، I think اعتقد، you have not right to complain، انت معك كل حق انك تشتكي. قول بتيجي مع الجمع، بوث مع الجمع، عندي احتار بين each و every والاتنين موجودين وبيجوا مع المفرد. قال لي each دي بتيجي مع حاجة مثلا اتنين تلاتة، ما يزيدش عن كده، انما every لا تدل على تلاتة فما فوقها، انت معك كل حق انك تشتكي. طبعا بتتكلم بوجه عام يعني اكتر من اتنين وزيادة، يبقى every. 19 this company provide courses، الشركة دي بتقدم كورسات، not its employees to improve their skills، للموظفين اللي عندهم عشان تحسن مهارتهم. كلمة provide اما with اما for، provide لو جه بعديها الشيء اللي هو غير عاقل وبعد كده نقط وبعد كده الشيء العاقل، يبقى نختار كلمة اسمها for. يبقى مثلا our company provides courses for its employees، انما لو عكس our company provides its employees with courses، ركز فيها. 20 it was not a victory، كان انتصار، a that even Smith's fans، حتى الجمهور بتاع سميث couldn't believe it، ما كانش قادر يصدق.
خلي بالك ان في كلمة اسمها a victory، الجملة دي فيها فكرة a victory. لو كان such كنا نقول such و a او an والصفة والاسم. طب في كده؟ لا، ده ال a جاية فين؟ جاية قبل الاسم. ساعتها قاعدة جديدة مش هتلاقيها في اي كتاب نزل السنة دي، هتختار رقم d. تعالى نفهمها كده بقى مع بعض. ممكن such يجي بعديها صفة واسم، بس الصفة يكون قبليها a او an طالما الاسم ده مفرد يتجمع. يعني مثلا such a surprising victory، يبقى ال a جت قبل surprising. طيب مين بقى اللي بتساويها وشبهها في القاعدة؟ كلمة سو. ممكن سو يجي بعديها صفة و that، يبقى سو surprising that. طيب ممكن يجي بعديها صفة واسم؟ قال لي هنا تشابهت مع مين؟ مع such. ازاي؟ قال لي الآ والآن بيجوا في النص بعد surprising وقبل victory، يبقى it was so surprising a victory. يبقى such a surprising victory، إنما so surprising a victory. فمشكلة؟ والكلام يمشي برضو مع to، بس تو ما بيجيش معاها كلمة ذات. هنقول تاني، such a أو an بيجوا قبل الصفة، إنما سو لا، a أو an بيجوا بعد الصفة. ركز بقى، يبقى it was so surprising a victory، الانتصار ده كان انتصار مدهش، that even Smith fans، حتى الجمهور بتاع سميث couldn't believe it، ما كانش قادر يستوعب الموقف ده. 21، she works in the accounts، هي شغالة في ايه؟ accounts department. يعني accounts department قسم الحسابات. she's a well trained accountant، هي محاسب متدرب جيدا. 22، when the explosion، لما الانفجار نقط، hundreds of people، مئات الناس، were passing through the airport، كانوا بيعدوا على المطار. يبقى لما الانفجار تم، حدث تم، يبقى كلمة اسمها happened بتساوي كلمة اسمها occurred. يبقى when the explosion happened، لما الانفجار حصل، hundreds of people were passing through the airport، كان في ناس معدية ناحية المطار. 23، her ambition and determination، طموحها وإصرارها، ensured that، أكدوا أن، she rose to the top، إن هي هترتفع إلى قمة A. position، location، depression، profession. طبعا الإجابة الصح هتبقى profession، معناها المهنة بتاعتها. both corn and wheat، كل من الذرة والقمح، نقط جرون in Canada، يزرعون في كندا. مفرد ولا جمع؟ بوث جمع، كل الاختيارات هتلاقيها مفرد، was و is و has. اذا هنختار كلمة اسمها are. اللي بعديها، they had to travel into town، هم اضطروا ان هم يسافروا الى المدينة، to not the produce from their farm، علشان يبيعوا المنتج من المزرعة بتاعتهم. فين كلمة يبيع؟ buy يشتري، purchase يشتري، trade هي دي، يتاجر في المنتج بتاعه او يبيع. إنما trace دي معناها يتتبع، فنختار كلمة اسمها trade، يتاجر أو يبيع. 26، all those، كل أولئك، not by the job cuts، المتأثرين بالعزل الوظيفي، will be compensated for their losses، سيعوضون لخسائرهم. تعال نترجم كده، all those who are aware affected، اللي هم اتأثروا. طيب ركز بقى، عند هنا who are affected، اللي اتأثروا، يبقى نختار المفروض who وفي are، في عندي هنا who بس مفيش are، يبقى هو affected دي غلط، فباخد مين؟ ال people، يبقى all those affected by، المتأثرين ب. هذا تاني، all those affected by the job cuts will be compensated for their losses، كل أولئك الذين
تأثروا بالوظيفة أو بالعزل الوظيفي أو بخسارة الوظيفة بتاعتهم will be compensated، سيتم تعويضهم for their losses بسبب الخسارة بتاعتهم. يبقى all those who are compensated أو who are affected، الأصل بتاعها كده who are affected. في who are affected؟ لا مفيش، في who affected وفي are affected. ساعتها نجيب ال PP شبه الامتحان اللي فات 27. Certainly بالتأكيد in our society في المجتمع بتاعنا teachers المعلمين don't enjoy لا يتمتعون ب the not that is accorded to doctors بإيه الممنوح للأطباء أكيد respect اللي هو الاحترام أطباء يحترمون أكثر من المعلمين suspect لا reflect لا inspect لا فهي respect. There was a sudden bang knocked me up في انفجار مفاجئ اللي صحاني فين كلمة اللي يبقى that woke me up في كلمة اسمها that اهي لازم في كده. As we are very tired لانها تعبانين جدا we are taking a month next summer نفس الجملة اللي فوق يبقى off يبقى انت بتاخد اجازة اسمها take a month off off off. 13 هي نوت تو بيست سيلرز هو ايه كتابين افضل مبيعا او وي هوب هيز نيكست بوك ويل دو ويل ونتمنى ان الكتاب الجاي يكون احسن يا ترى روت ولا هاد ريتن ولا هاز بين رايتنج ولا هاز ريتن. اولا الجمله في زمن المضارع وي هوب يبقى تختار مضارع عندي روت خطا وهاد ريتن خطا نختار بين هاز بين رايتنج وهاز ريتن. has been writing ال ing دي تيجي امتى لما يكون مركز على الكتابة بس مش مركز على نتيجة الكتابة يعني مثلا he has been writing best sellers ما فيهاش كلمة تو انما فيها كلمة تو وهو كده بيركز على المنتج النهائي يعني خلص الحاجة بتاعته فنختار كلمة اسمها has written فيها مشكلة. نعيد تاني امتى اميز او ازاي اميز بين ال ing وال pp مع المضارع التام قال لي لو هو بيركز على المنتج النهائي يبقى بي بي بس لو هو بيركز على العملية المستمرة يبقى اي ان جي. مثال I have been writing letters to my friends انا بكتب خطابات لأصدقائي ما جبتش اي منتج انا بكتب خطابات انما قلت I have written two letters to my friends او I have written letters to two of my friends لاتنين من اصدقائي يبقى انا بركز كده على المنتج النهائي للكتابه. القطعه نقرا الاسئله الاول وبعد كده القطعه. Number one what is the best title for the passage ايه افضل عنوان يا ترى Baron Rees tells people how to be happy ولا good news for a change اخبار ساره من اجل التغيير ولا newspapers versus online news ولا why women like happy news. Number two how is happy news different from others news sources ازاي موقع اسمه happy news مختلف عن المواقع الاخرى يا ترى all of the stories are written by Rees كل القصص كتبها واحد اسمه Rees ولا happy news does not exaggerate its stories ولا هي مش بتبالغ في القصص بتاعتها ولا its stories are not about bad things ولا ان القصص بتاعتها مش عن الاشياء السيئة ولا the website only has stories about women ولا الموقع ده قصص بتاعته عن السيدات فقط. Number three why might some people not like happy news ليه في ناس ممكن ما تحبش موقع happy news it doesn't tell them about important issues or problems مش بتعرفهم عن القضايا المهمة ولا his stories are about misery and despair ولا قصص بتاعته عن البؤس والشقاء ولا some sources give a balanced view ولا في بعض المصادر بتدي وجهة نظر متوازنة ولا the stories are from around the world ولا القصص دي كلها حول العالم. Which of the following is not true about happy news after its first month online ايه الخطأ عن happy news بعد اول شهر online يا ترى it has thousands of readers بقى عندها آلاف القراء ولا readers sent in nice letters about it every day ولا كانوا بيبعتوا له letters nice every day
ولا most of its readers were women، معظم القراء سيدات، ولا he's used it to create other websites، ولا هو استخدمه عشان يعمل websites. What does unique mean؟ كلمة unique معناها يا ترى different ولا interesting ولا one of a kind ولا awful. The underlined pronoun it، كلمة it عايدة على society ولا good news ولا happy news ولا bad news. حل من القطعة. Why did Reese set up happy news websites؟ ليه عمل happy news website؟ How often does happy news get fan emails؟ كم مرة بيحصل على ايميلات من الجمهور بتاعه؟ Why do you think the mass media resorts to exaggerating bad news؟ في رأيك ليه وسائل الإعلام بتلجأ للمبالغة في الأخبار؟ طلع لي من القطعة كلمة معناها suffering وكلمة معناها to be false. suffer معناها يعاني و to be false معناها يكون خطأ. بسم الله، اقرأ القطعة على مهليك براحتك. حلك للامتحانات كتير جدا، ده بيديك فرصة ان انت يكون عندك وقت زيادة في الوقت الاصلي بتاع الامتحان. اتدرب دلوقتي علشان تبقى عارف الخبايا بتاعت الامتحانات، اتدرب دلوقتي علشان تبقى عارف الطريق اللي يوصلك للإجابة الصح، اتدرب دلوقتي علشان تبقى عندك وقت كتير عشان تفكر في جملة واقفة قدامك، اتدرب دلوقتي عشان يبقى عندك ثقة في نفسك، الكلام ده كله مهم، خلي بالك منه. بسم الله. Newspapers and television news programs، برامج التلفزيون والجرائد، always seem يبدو to report about the bad things، هما دايما بيعملوا تقريرات عن الحاجات الوحشة happening in the society اللي بتحصل في المجتمع. However، لكن there is a place، في مكان where readers can find some good news، القراء سيجدوا أخبار جيدة. The place، المكان ده، is a website، موقع called يسمى happy news، موقع اسمه كده happy news. The man behind happy news، الراجل اللي عمل happy news is Baron Rees، واحد اسمه Baron Rees. Rees set up it، Rees عمله it اكيد عايد على الموقع، because he thought، لان هو اعتقد other news sources، بعض الموارد او المصادر بتاع الاخبار، were giving people، بيدوا للناس unbalanced view of the world، وجهة نظر غير متزنة حول العالم، بيبالغوا يعني. Reese said about happy news، Reese قال عن الموقع بتاعه اللي اسمه happy news، the news media gives you، الميديا بتدي لك a distorted view of the world، يعني صورة خاطئة عن العالم، وده سؤال، by exaggerating bad news، عن طريق المبالغة في الأخبار السيئة. exaggerate معناها يبالغ، لو أنا مش عارفها x شبه كلمة etc زيادة، يبقى exaggerating bad news بيبالغوا في الأخبار السارة، بيخوف الناس. misery التعاسة، despair اليأس. we are trying to، احنا عملنا موقعنا ليه؟ عشان احنا بنحاول اني balance out the scale، ان احنا نوازن في المعدل ده. not everyone agrees with these views، ولكن مش كل الناس وافقته في وجهة نظره. many people، العديد من الناس، think، بيعتقدوا that ان news sources، المصادر، have responsibility to provide news that is helpful to people، عليهم مسؤولية ان هم يقدموا الاخبار اللي بتساعد الناس. ازاي يعني؟ people، الناس، need to know، محتاجة تعرف about issues، عن القضايا، problems، المشكلات، into this society، في مجتمع اليوم. then، اذن people are better، الناس بتكون احسن، able to make informed decisions، علشان يعملوا او يتخذوا قرارات مدروسة، about things، عن اشياء، that affect their daily lives، اللي بتأثر على حيواتهم اليومية. Reese said that، لكن Reese قال ايه بقى؟ happy news is not trying to stop people from learning،
موقع ده مش بيمنع الناس ان هم يتعلموا about issues or problems، عن القضايا والمشكلات. امال ايه؟ Happy News is just trying to provide، هو فقط بيحاول يقدم balanced picture، صورة متوازنة of today's world، من عالم اليوم. By the end of its first month online، بنهاية أول شهر إلكتروني، Happy News had more than 70,000 unique readers، عنده 70,000 قارئ متفرد. About 60% of those readers، حوالي 60% من القراء were women، كانوا سيدات. Something else unique makes Happy News different، في حاجة فريدة بتخلي الموقع ده مختلف. Any of the other news or information websites، عن كل المواقع المعلوماتية والإخبارية الأخرى that are on the internet، اللي موجودة على الإنترنت. A، unlike many other websites، على عكس المواقع الأخرى، Happy News gets fan mail، بيحصل على بريد من الجمهور، from its readers on a daily basis، يوميا. تعال نشوف الأسئلة. Number one، what the best title for the passage؟ ايه أفضل عنوان للباسج؟ يا ترى ريز تيلز بيبول هاو تو بي هابي، بيعلمهم ازاي يكونوا سعداء، ولا بيجيب لهم أخبار سعيدة؟ Good news for change، ولا أخبار سعيدة من أجل التغيير؟ ولا newspapers versus online news، ولا بيتكلم عن الجرائد الورق والجرائد الإلكترونية خالص؟ ولا why women like happy news، ليه السيدات بيحبوا happy news؟ طبعا ما جابش السيرة حاجة زي كده، فالإجابة الصح هتبقى B، good news for a change، معناها موقع good news من أجل التغيير أو مؤيد للتغيير. Number two، happy how is happy news different from other news sources، ازاي الموقع ده مختلف عن الباقيين؟ يا ترى all of the stories are written by Reese، كل القصص كتبها واحد اسمه ريس؟ ولا happy news does not exaggerate its stories، ولا هو مش بيبالغ في القصص هي دي؟ ولا its stories are not about bad things، ولا القصص بتاعته مش عن الاشياء السيئة؟ ولا the website only has stories about women، ولا القصص بتاعته فقط عن السيدات؟ happy news different from other news، ليه؟ لان its stories are not about bad things، القصص بتاعته مش عشان الحاجات الوحشة. اللي بعديها، why might some people not like happy news، ليه في ناس ممكن ما تحبش happy news؟ It doesn't tell them about important issues or problems، عشان هو مش بيعرفهم عن القضايا بتاعتهم والمشاكل بتاعتهم. أكيد هو ده. تعال نكمل. These stories are about misery and despair، قصة بتاعته عن البؤس والشقاء. لا طبعا ده اسمه happy news. Some sources give a balanced view، بعض المصادر بيبقى فيه توازن في وجهة النظر، المصادر الأخرى غير الموقع ده. لا طبعا. The stories are from around the world، إن القصص من جميع أنحاء العالم، هي الإجابة الأولى. It doesn't tell them about important issues or problems. 4. Which of the following is not true about happy news؟ إيه مش صح بخصوص happy news؟ It has thousands of readers، ده مش صح؟ لا صح. Readers sent in nice letters about it every day، بيبعتوا له خطابات، صح. Most of its readers were women، معظم القراء سيدات، دي صح. ولا used it to create other websites، استخدمه عشان يعمل websites أخرى، هي دي اللي خطأ. كلمة unique معناها different، ولا interesting، ولا one of a kind، هي دي one of a kind، unique فريد من نوعه. سؤال زي ده أنا مش عارف أعمل إيه، خد كل الاختيارات اللي قدام عينيك وحطها مكان كلمة unique في القطعة. different مش هتلاقيها صح، و interesting مش هتلاقيها صح، و awful مش هتلاقيها صح، فهي one of a kind. كلمة it عايدة على happy news أكيد الموقع ده. السؤال بيقول why did Reese set up happy news websites، ليه هو عمل الموقع ده؟ الإجابة هتبقى to balance، يعني كلمة balance يوازن the view، وجهة النظر، يبقى to
balance the view علشان يوازن في وجهات النظر اللي ما كانتش موجودة هناك. How often does Happy News get fan meals؟ كم مرة بيحصل على fan meals daily؟ يعني كلمة daily يوميا موجودة في السطر الأخير فوق. Why do you think the mass media resorts to exaggerating bad news؟ ليه الماس ميديا بتلجأ للمبالغة؟ أكيد أي حد بيكتب حاجة كده بيبالغ فيها to attract people عشان يجذب الناس عشان يبقى له قراء كتير. طلع لي من القطعة كلمة معناها suffering، suffering معاناة اللي هي misery، و to be false اللي هي كلمة اسمها distort كانت موجودة فوق احنا بنترجم. قصة نقط works in an embassy شغال في السفارة in France في فرنسا، ترى أنطوان دوموبون ولا بيرتران بيرتراند ولا فريدز فون تارلينهايم ولا جورج فيدارلي؟ طبعا الإجابة الصح هتبقى جورج فيدارلي، هو اللي كان شغال في السفارة. Which statement is not correct؟ أي جملة ليست صحيحة يعني خاطئة. Fritz left the city through the secret passage. Fritz غادر المدينة من الممر السري. طبعا دي هي الخطأ من غير ما نكمل قراية. Number 3. Why did Antoinette warn Rassendyll of Michael؟ ليه Antoinette حذت Rassendyll من مايكل؟ As he was her close friend عشان هو صديقها. As he refused to marry her عشان ما رضيش يتجوزها. ولا as she didn't like to see people being killed ما بتحبش تشوف الناس يتقتلوا. هي دي ولد الذكي اللي بيحاول يخلي أسئلة الاختيار تساعده في حل الأسئلة التانية. The doctor advised the duke، الدكتور نصح الدوق to not but he refused لكن هو رفض. Fetch the king a specialized doctor ان هو يجيب للكينج طبيب متخصص. ولا by the king the required medicine يجيب العلاج المطلوب للملك. ولا set the king free at once ولا يطلق سراح الملك فورا. هي دي. What reason did Rassendyll give Princess Flavia for leaving Strelsau؟ ايه السبب اللي اداه Rassendyll لفلافيا ان هو يغادر Strelsau؟ طبعا to go hunting ان هو يروح ايه يصطاد. ولازم اكمل اجابتي. He told her that he was going to hunt the duke. هو رايح يصطاد مين؟ الدوق. اكتب اكتر من كده انا بختصر عشان وقت الفيديو. بعديها Why did Rassendyll kill Max Half؟ ليه Rassendyll قتل Max Half؟ تلات كلمات. It was war عشان هما كانوا في حالة حرب. هو ما كانش قتله، كان التاني قتل. Rassendyll and Sept needed a permit to leave the city. Rassendyll و Sept محتاجين تصريح علشان يغادروا المدينة. Why؟ ليه؟ هنقول No one could leave the city without a permit. مفيش حد يقدر يسيب المدينة من غير permit. ليه؟ All the gates كل البوابات are closed because of the coronation. بعد كده الديالوج.
فين the following dialogue between salesman and lady. salesman can I help you madam ممكن أساعدك يا سيدتي. قالت له well it depends على حسب. do you do watch repairs بتصلحوا ساعات. رد عليها أكيد يعني اللي هو فاتح يعمل إيه. could you examine my watch please ممكن تفحص الساعة دي. it stopped ده هي وقفت. سألها سؤال قالت له only yesterday فقط أمس. سؤال yes I came but I'm afraid you will have to leave it يؤسفني انت هتتركيها. قالت له alright when will it be ready امتى هتكون جاهزة. راح قال لها حاجة now you need a receipt. receipt معناها فاتورة او وصل استلام. قالت له اوكي وسألته سؤال قال لها no you won't be able to get the watch without it مش تقدر تستلم الساعة من غير الوصل ده. راحت قالت له حاجة تعال نشتغل كده مع بعض. can I help you madam well it depends do you do watch repairs هل انتوا بتصلحوا ساعات اكيد. يبقى يقول لها yes I do نعم انا بصلح ساعات. could you examine my watch please ممكن تفحص الساعة ديت من فضلك. it stopped ده هي عطلت. راح سألها سؤال قالت له only yesterday it stopped يبقى على طول متى توقفت. يبقى when did it stop متى توقفت. only yesterday سؤال yes I can but I am afraid you will have to leave it انت لازم تسيبيها. يبقى تقول له هل انت هتقدر تصلحها. يبقى can you repair it ممكن تصلحها لي. احلى yes I can but I am afraid انا خايف يؤسفني you will have to leave it انت هتسيبيها. قالت له alright when will it be ready هتكون جاهزة امتى. مثلا يقول لها next week الاسبوع اللي جاي. now you need a receipt انت محتاجة وصل. اوكي سؤال no you won't be able to get the watch without it مش هتقدر تاخدي الساعة من غير الوصل ده. فهي تقول له well I take the watch without the receipt او ممكن نشيل والديا ونخليها can او is it okay is it okay if هل من الممكن لو انا قال لها no you won't be able to get the watch without it مش تقدري تقول له okay thank you okay thanks a lot شكرا جزيلا لحضرتك. نقرأ الديالوج تاني عشان نتأكد ان كلامنا صح. can I help you madam well it depends do you do watch repairs yes I do لحد كده الكلام ماشي. could you examine my watch ممكن تفحص الساعة دي it stopped ده هي وقفت. قال لها when did it stop وقفت امتى. قالت له only yesterday كده كلام ماشي. can you repair it ممكن تصلحها لي. قال لها yes I can but I am afraid you will have to leave it انت هتسيبيها. قالت له alright when will it be ready قال لها next week الاسبوع الجاي. بعد كده now you need a receipt انت محتاجة دلوقتي وصل. okay is it okay if I take the watch without the receipt ممكن اخد الساعة من غير الوصل ده. في هنا تي ناقصة. no you won't be able to get the watch without it قالت له okay thanks في مشكلة. طيب دايما بقرأ قبل ما بجاوب وبقرأ بعد ما بجاوب. القطعة دي جاية قص ولزق من ايه من القطعة من نص الاستماع اللي في الكتاب قص ولزق كده عشان كده بنوصي الناس ان هم يقرأوا نص الاستماع اللي في الكتاب بيساعدهم كتير قوي. بيقول ايه to make paper from wood علشان نصنع الورق من الخشب
logs are broken يتم تكسير الكتل الخشبية into small pieces إلى قطع صغيرة which are mixed والذي يتم خلطها with chemicals بالعناصر الكيميائية and then bleached ويتم تبييضها water is removed from the mixture حيث يتم إزالة الماء من الخليط which then passes through الذي يمر بعد ذلك من خلال hot rollers اسطوانات ساخنة to produce dry paper كي نصنع الورق الجاف. تعال نبدأ كده. يبقى حتى نصنع الورق من الخشب نقوم بتكسير كتل الخشب إلى قطع صغيرة والتي يتم خلطها بعناصر أو بكيماويات ويتم تبييضها حيث نزيل الماء من المخلوط ثم أو الذي يتم تمريره خلال اسطوانات ساخنة لكي يتم إنتاج الورق الجاف. تعال نقرأ كده. حتى نصنع الورق من الخشب نقوم بتكسير كتل الخشب إلى قطع صغيرة والتي يتم خلطها بكيماويات ويتم تبييضها حيث نزيل الماء من المخلوط والذي يتم تمريره خلال اسطوانات ساخنة لكي يتم إنتاج الورق الجاف. اللي بعد كده Our happiness السعادة بتاعتنا lies in تكمن في the fruitful work العمل المثمر we do الذي نقوم به and industry we put in industry هنا مش معناها صناعة لا معناها جهد والجهد الذي نبذله to help other people كي نساعد الناس. يبقى ابدأ الجملة بفعل تكمن سعادتنا في العمل المثمر الذي نقوم به والجهد المبذول لمساعدة الآخرين. هنقرا كده تكمن سعادتنا في العمل المثمر الذي نقوم به والجهد المبذول لمساعدة الآخرين. بيقول لي تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في بعض محطات الطاقة العملاقة. يبقى نبدأ الجملة الطاقة الشمسية تستخدم يعني الطاقة الشمسية
solar energy is used تستخدم لتوليد الكهرباء to generate كي نولد الكهرباء electricity في ان بعض محطات الطاقة العملاقة some giant power stations. نقرأ كده تاني. Solar energy is used to generate الطاقة الشمسية تستخدم لكي تولد electricity الكهرباء in some giant power stations في بعض محطات الطاقة العملاقة. عفوا هل يمكنك أن ترشدني إلى أكثر طريق للوصول إلى استاد القاهرة؟ كل الجمل دي كانت جاية من ورك ورك. عفوا excuse me كما هل يمكنك could you tell me the shortest way our route to reach ما بيجيش بقى حرف جر Cairo Stadium. نقرا كده excuse me could you tell me ممكن تخبرني the shortest way اقصر طريقة او طريق to reach Cairo Stadium عشان اصل الى استاد القاهرة. ممكن نشيل كلمة tell ونقول guide me to. ماشي الاتنين صح مفهومش مشكلة. اتمنى لكم التوفيق ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكتابة اي تعليقات على فيدباك يعني ايه الايجابيات وايه السلبيات علشان نعالجها لان الكلام ده بيهمني جدا. يبقى دايما دايما احاول اعرف نقاط الضعف ونقاط القوة لان ده هو الصح. عايز اعرف منكم الايجابيات والسلبيات من فضلكم. أشكركم إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.